تم صباح هذا اليوم تكريم المواهب في القياده العامه الشارقه ايمانا منا بدورهم المستقبلي القائم على الابداع والابتكار المستمر بحكم ان هذه المخرجات ستعود ان شاء الله بالنفع العام على مجتمع دوله الامارات العربيه المتحده ومجتمع الشارقه من خلال قدرات الموهوبين في القياده ونستثمر هذه المواهب في مشاريع ابتكاريه ابداعيه تعود على القياده بمخرجات تساهم في تطوير قدراتنا في كافة الجوانب، الجوانب الامنيه والمروريه والمجتمعيه وحتى الرياضيه، لذلك نحن ندعم هذه الفئه ونتمنى ان شاء الله ان يحقون فيهم أخوانهم في القياده العامه الشارقه على مستوى اخواننا الضباط وصف الضباط والمستخدمين كذلك لان مردودهم سيكون للصالح العام باذن الله تعالى.